بإفران الأطلس الصغيرة التابعة لإقليم قلميم، جرى اليوم حفل تأبين الراحل وزير الدولة عبد الله بها في الذكرى الأربعينية لوفاته. الحفل ترأسه رئيس الحكومة عبد الله بن كيران، وتميز بالتذكير بمناقب الراحل ووفائه لمقدسات البلاد. المتابعة للحافظ محضر ومحمد بعيرس. حفل ديني أقيم بالمناسبة تخللته كلمات ومداخلات توقفت عند سيرة وزير الدولة الراحل عبد الله بها وخصاله ومناقبه وأعماله الجليلة التي جعلت منه أحد رجال الدولة وأحد القادة السياسيين المحنكين. الجميع يعرف المكانة ديال عبد الله بها في الوطن وفي حزبه وطبيعة الحال في منشئه ومسقط رأسه وعند أسرته وعند أهله، وبطبيعة الحال علاقتي الشخصية به. واليوم الأسرة كانوا محتفلين بالذكرى الأربعينية، فجئنا نقاسمهم، يعني نطرحهم على الفقيد بهذه المناسبة. و جلالة الملك لما علم بالمناسبة تكفل بها حفظه الله. إحياء هذه الذكرى الأربعينية بهذه المنطقة التي ينحدر منها الفقيد له أكثر من دلالة ومعنى. الإخوان ديالو والأحباب ديالو والأصدقاء ديالو كيعتزوا بإحياء هذه الذكرى في البلدة ديالهم، اللي كتعبر على أن السي عبد الله بها راه ابن هذه المنطقة، ابن غيور على هذا الوطن، ابن محب لهذا الوطن، ابن خالص لهذا الوطن. هذه المناسبة هذه هي رجوع للأصل، شعل المنبت الطيب اللي خلق فيه الوالد رحمه الله هنا في هذه البيئة هذه مع هذه الناس الكرماء الطيبين. تعلم المحبة يا ربي سبحانه وتعالى، محبة الوطن، محبة الملك. الفقيد عبد الله بها وزير الدولة الذي رحل إلى دار البقاء على إثر حادثة قطار ببوزنيقة عن عمر يناهز 60 سنة، شكلت وفاته خسارة كبرى للبلاد، فهو من الوطنيين الصادقين، حيث كان له حضور سياسي بارز باعتباره من أساس الحكماء الذين أبدعوا في تدبير الخلافات وتحديد معالم سكة الإصلاح التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.